لي مساكم متابعيني عباقرة كرة قدم توقعات مباراة الشباب. يستضيف النصر كريستيانو رونالدو ملك التوقعات. جالس يواصل الآن أكثر من 44 مباراة متتالية في الدوري السعودي ولا توقع خاطئ. مباراة النصر والشباب مباراة نار يا حبيبي، ديربي محبب وفرجة متعة. لن ينفذ بجلدي، لن ينفذ بجلده، راح أحرق المباراة. تردد في يدي بعد من كثر مباراة صعبة على الشباب، مستحيل يفوز الشباب. فوز النصر 3 ولا 4 على غيابات الشباب، مستحيل يفوز، مستحيل مستحيل لو يلعب النصر بدون حارس. كريستيانو راح يسجل تاليسكا وممكن ماني. اليوم ليلة حزينة للشباب، مستحيل يا أخوان يفوز الشباب على النصر، مستحيل مستحيل مستحيل، حتى التعادل مستحيل. أنا ما أفهم كورة، أنا تنكة، أنا حسين، لو فاز الشباب أو تعادل اليوم مستحيل يا أخوان. أنا أتكلم بكل بعيني ثاقبة، خليك من المعاطفين والناس اللي بتفهم كورة. أنا إنسان لاعب سابق 5 أندية. ليلة حزينة اليوم على الشباب، راح تكون نتيجة كبيرة لا تقل عن 3 ولا 4، ممكن توصل 5. إيش بياكم أنتم؟ خلينا نتكلم بصراحة. فاز النصر كما توقع ملك التوقعات وبالثلاثة، وقلت لكم رونالدو بيسجل وتلسكا وفيها بلنتي، ولا كلمة ولا سمع نفس لأعداء ملك التوقعات وكل من كان يشكك ملك التوقعات. الجام مفاه المباراة 45 على التوالي في الدوري السعودي ولا توقع خاطئ، عشان تعرفوا قوة ملك التوقعات. البقية يقلد، عشان يقلد كبير كبير هم ملك التوقعات. انصاف يا اخوان، انصاف حتى بين الشوطين. والنتيجة 1-1، قلت النصر الشوط الثاني يتحدى اذا ما سجل، اتحدى اذا ما سجل هدفين وراح يسجل فيها تلسكا. صاف، مبروك فوز النصر، هاردك الشباب، ما يهمني من يفوز. انا بالنسبة لي الاعلام الوحيد في الكرة السعودية في الخليج محايد، ما حد يعرف ايش انتمائه. النصر اليوم فاز في اسوء حالته، اليوم مستوى النصر سيء بس كويس، الميزه انه جالس يفوز، بس ما كل مره تسلم الجره هي النصر. اليوم النصر الشباب فنيا كان افضل من النصر، فنيا على ارض الميدان الشباب كان افضل. النصر ما كان عنده اسلوب، ما تدري هو جهاد او قله دبره. انا بوجهه نظري، انا يا ملك التوقعات ولا كلاعب سابق، تاليسكا ماني رونالدو كقوه هجوميه مرعبه، بس كدفاعيه ومساند الوسط ضعيفين، فلذلك الثلاث هذول ما يلعبون مع بعض. اوكي انت شوف اللي جالس يشفع النصر القوه الهجوميه، معدل التهديف في الهجوم، الدفاع في ثقل، لعيبه الوسط في النصر وتافي بروزوفيتش جالسين يلعبون بنفس الادوار، نفس ستايل بعض، يمسك كره ذي يتحرك، ذي يمسك كره ذي يتحرك، ما في تنوع، ما في سرعه في الفريق. عبد الخبري نفسهم كلهم نفس يتشابهون في ذا. فالنصر رتمه بطيء، لازم النصر يصير رتمه سريع، رتمه سريع. انت فزت اليوم بشكل انفس. جمهور الشباب ارفع راسك، ارفع راسك يا شبابين، اليوم مدربكم عملاق. هذا كان مدرب كان يدرب نادي الاهلي بس كان وقتها لسه صغير في السن، مراهق ومندفع. الان مدرب خبير، انا اول مره اشوف الموسم افضل مباراه للشباب هذا الموسم، هويه فريق. انت النصر هذا الفريق هزمك الموسم راح على ارضك بكل سهوله، 5-2 مع الرأفه وباقل جهد. اليوم النصر مو قادر يفوز عليك الا بشق الانفس وقعد الأعصاب على الدقائق الأخيرة، وكنت أنت أفضل من النصر فنيا. ادعموا هذا المدرب بهذا الأجانب، يبغى له أرض الشباب، يبغى له دعم أجانب من فئة وبعض اللاعبين المحليين. مبروك الشباب هذا المستوى الكبير. على راسي على راسي على راسي على راسي، هذا الجمهور اللي نفتخر فيهم. هذا أنت ربي بيوفقكم عشانكم تنصفون. أنا محارب محارب محارب. ولا تحدي اليوم أنك ترى شوف ما في احد موهبته، كلهم شوف طالع في القنوات ما يملكون ربع موهبه ملك التوقعات. انصفونا يا اخوان، انصفونا، اللي جالس يسويه ما حد يقدر يسويه. حاولوا ولن يستطيعون. بلنتي مش بلنتي، شوف لاعب الشباب، لا للامانه انا اتكلم بكل صراحه، والله العظيم اتكلم بكل حياته صراحه، هو اللي راح اشوف هو اللي ضرب شوف ضرب جسمه هنا، ضرب جسمه جاي من خلف وضرب جسمه في لابورتس، هو اخذها بذكاء البلنتي، اخذها بذكاء، لكن هو اللي اول من دفع لابورتس. هو اول من دفع لابورتس. شوف كيف ضربه. هو ذكي اللاعب البرازيلي، بس الحكم ما يفهم كوره. لقطه لقطه مرعبه، ركض. اتمنى الاطفال واصحاب القرطبي ما طلع. شوف يا اخوان، كراسكو، انا احب الكراسكو، كرت احمر هذا ما يحتاج لها، ومتعمد، والدليل انه مش متعمد. شوف الان حاط رجله على الساق، شوف رفع رجله الثاني، المفروض انك ترفع رجلك اللي على ساق اللاعب.
ما ترتكز وترتكز على اللي في البرة. هو شوف ارتكز على الأرض يعني تعمد، رفع الرجل اللي على الأرض يعني يضغط أقوى، تعمد كسر. يعني أنت الفار حكم، أنت تفهم كورة، أنتم كوارث، أنتم مصايب، من يحمل لعيبة؟ شوف كسر، جالس يطحن يحك الساق في الساق، حك 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 هوبات. هذا شفت لك مش على هوبات، هذا اللي جالس أشوفه. بس الحمد لله انه ما جاء كرت احمر كراسكو، لان كراسكو انا احب اللعب هذا، تسويق للدوري السعودي، بس لقطه عنيفه. اللقطه اللي جتكم منها الاوت، شوف الاوت على لاعب الشباب، شوف اللقطه، في بعضهم مدرع بس، ها شوف 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 من رجل لاعب الشباب، من لاعب يدير رجال الشباب، بيجي لك ناس في تويتر كذا بس من يا اخي خليك منصف يا اخي، خليك شجاع يا اخي، خليك شجاع يا اخي، احترم الشنب على وجهك. تكلم عادي يا اخي، ترى عادي، حتى انت لو كنت حتى تكره النصر، تكلم، خليك جري، خليك يا اخي ارض نفسك من داخلك، لا تكون تستعطف الناس. فاو فاو فاو، اترك الدلاخه، اترك الدلاخه، والله انك تعرف انها فاول اوت على لاعب الشباب، بس تستغل مساكن الجمهور المتعصب، واضحه. شوف ما يحتاج الاثنين. اخي ليت الناس مثل ملك التوقعات. بس احب اتكلم، ابين بعض الجمهور شيء. لجنة انضباط تعاقب على اي لقطة طلعت من الناقل التلفزيوني. افهم، لا تكون كذا مدرع، افهم، لا تكون سطل، لا تكون تنكة، تغير القوانين على مزاجك. هي عن طريق الناقل التلفزيوني، طلعت اللقطة في الناقل التلفزيوني، اوكي يعاقب. عن طريق جوالات جمهور ما تطلع. اجل كل مباراة، كل اللي بيقعد الجماهير كل صورتها كذا، على كل لعيبة، على كل شيء، ما تجي. اجل لازم كل مباراة يرسلون مكتب اسمه شكاوي، تصوير اللعيبة، الجماهير من اللعيبة، ما تجي. إذا طلعت في الناقل معاقبة، ما طلعت في الناقل ما في معاقبة. إلا إذا كان في تقرير شيء في الحكم، إن التقرير في الحكم أوكي. هذه أولاً. لقطة رونالدو لم تطلع في الناقل، إذا كان رونالدو هذه فعلها ومش ذكاء صناعي، هذه أنا بالنسبة لي حركة عيب وحركة غير أخلاقية. حتى لو كان قصد رونالدو إنه معتاد هذه الفرحة إنه يسويها في أوروبا، إنه بالنسبة عندهم في أوروبا هذه الحركات عادية، يعني زي لما تقول طرق، هم عندهم، إحنا هنا عندنا حركة عيب، هم عندهم ترى عادية، حتى هي حركة غير أخلاقية، بس عندهم في نظامهم. وأنا لا أبرر ولا أبرر، بس لم تطلع في الناقل التلفزيوني، لذلك لا يستحق العقاب.